السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو لحد ما تقول واو جامد الفيديو حاول اشتركوا القناة لنص الى 300 مشترك واضغط لايك نص الى اكبر عدد من اللايكات وين نبدا الفيديو. معنا مشهد مية بتنزل من فوق تنزل جوا كوباية واو دي تنظف القطر بتنظفه دي بتنظف الكيبورد بحط مادة نسجة تنزل عشان حتى الوسخ اللي فيه واو دي بتمشي فيها رجباها تبي فايدتها ولا ما تمشي عكس مش عارف فايدتها دي شكل بي حلزوني بتنططه دي مريحة زجاج زي الجزاز كده هو النازل اللي انت بتشوفه من فوق يا عمارة فوق دي بتعمل بالليزر بتنضف بالليزر واو تنظف دي مريحة برضو بالصين حد كلها بالصين دي مريحة برضو بص بتزحلق عليها دي في مروحة بتعمل بتاع ازاي مروحة تحتيها تخلي بتاع تلف وكأنه بيجري أكنه بيجري على طول كل ما يرفعها لفوق بيعمل شكل بص كل ما يرفعها لفوق دي بتشيل الذرة بنضرب الشيلان واو مدام واحدة فردها بيدو لا دي بالآلة دي بيعمل شكل دائرية ولكنه برجع يعملها بيدي بيعملها بيدية دي اسمه بالونة بالونة واو دي بيربط المسمار بيربطه بالحبل بدل المفتاح تعمل حبل على ليك بروح شاده وتروح لها ايه دي بقى عشان دي السكانين عملها بدي بتروح ثابتة على طول عملها بتروح ثابتة على طول دي بدق المسامير في الحيطة هي المسمار ده كله هي المسمار ده كله واو عمال ياخد فيهم دي حمام بكانية عامل شكل فاكر ولا تنشف هيكون عامل زي جدار بوابة زي جدار صور دي بالونة برضو في ناس بتخش جواها مش عارف ازاي دي بترص الكوبايات ترصهم واو بص بترصهم ازاي دي بتلف دي يويو ولا ايه دي بتاعها بس دي مرة سهلة دي بنزل المية بتنزل ازاي اكنها دوامة اكنها دوامة جوا بتاعت الفلتر دي بيرسم على الحيطة بس التنين واو دي في الصينيين دي برضو بيرسم على الورق الصغير بيرسم عليه واو ممكن ترسم شكل عامل ازاي هشوفك شكل عامل ازاي واو شكل انسان انسان واو دي برضو عامل زي الاندومي دي عامل زي الاندومي برضو واو دي برضو بيقطع الواي ولا سنايب ودي مادة نطاطية دي مسامير عشان دي تثبت مش تتخلع خالص دي بحطه في الآلات عشان مش تتخلع ولا تتكسر دي بينظم مسامير بيقشرها بيقشرها دي برضو بيرسم على الأرض تعمل متعسكر صحي عمل وردة عمل وردة دي خرز جوا الحبال خرز واو دي خرزها بيعمل بتاع مخروب على طول بتاع مخروب على طول واو وصفة على طول بعد ما خرجها راح نفسيه على طول واو دي بيعمل الشعر ويلفوا الشوك بتاعت الطعام الصينية واو انا عملت عامل ازاي يعني مرة مش عارفين ليه مش عارفين واو عامل ازاي كل الاشتراك.